لاحظنا ان امام قبله المسجد ابن عباس بالطائف مقابر، ويفصلها عن المسجد ممر 6 متر، وفي مؤخره المسجد مقابر مفصوله بشارع، ويقال ان قبر ابن عباس اصبح داخل المسجد، فما حكم الصلاه فيه؟ القول ان قبر ابن عباس داخل المسجد كذب، ليس داخل المسجد. وابن عباس في مقبره مستقله مصوره، والمسجد مفصول عن المقابر من جميع الجهات، فلا حرج في الصلاه فيه والحمد لله.